طالب ديالنا الوراق ديال الضو والعبير يعبروا لنا شحال جات في المكانه، راه ضرونا هاد الناس، راه حنا ما خدامين ما ردامين، راه حشومه 18000 ريال و 40000 ريال راه بزاف على المسكين، راه ما عندناش، ما عندنا ولاد خدامين، ما عندنا ولاد كيبيعوا الحشيش، هادي عندي انا صبرت ما جاتني 18000 ريال، راه بزاف هاد الشيء، راه هادشي راه بزاف ابنتي، وكنخلص شهور انا ديال المرض اللي جا، هاد المرض اللي جاهم كنخلص ديما، كنخلص ديما 9000 ريال 10000 ريال 12000 ريال 14000 ريال، ودابا انا صبرت ما جاتني فيها 18000 ريال، هادشي راه بزاف على المسلمين. بوله وحده عندي، بوله ديال التلفازه، بوله ديال البيت، و 18000 ريال راه بزاف، كنطالب هادشي، بغيتهم يعطوني الورقه ديال الضو ويعطوني يعبروا لي هادشي ديال المكانه شي حاجه فيها والتخفيف، هادشي راه ضرونا بزاف، هاد الناس ضرونا بزاف بزاف، اش ضرونا راه بزاف، هادشي راه ولات خطره، كلهم جيراننا كاملين كاملين، هادشي كلهم ضروا، هاد الجيران كلهم ضروا بنتي، كلشي بنادم مضرور، كلشي بنادم مضرور، حشومه هادشي ما كانش يجينا بكري، تا ولا جينا هادشي بكري يا حشومه، حاجه عيب، مني ولا هاد المرة كدوا لنا 18000 ريال 20000 ريال راه بزاف، كنطالبوا في الوراق يجيونا الوراق ديال الضو، كنقولش دير الورقه القديمه، الورقه القديمه ما نبقاش نجبدها، درت شكايه راه باقي عندهم شكايه، وجاتني 68 ودابا جاتني 10000 بنيتي علاش؟ اي 68000 هي الورقه بنيتي، ها انت قراي الورقه، ها هي بنيتي، هاد الناس محنونه، انا على الفوق انا بحالي بحال عباد الله، راه 1000 واحد ساكن الفوق، كل واحد وعلى القدر ديالو واش عنده بنيتي، راه شواونا هاد الناس، راه كنطرو علينا بزاف، ملي كنقول لهم انا مريضه وانا ما عنديش، كيقول لك سيري ديري يا لاله، صافي خلصي وسيري بحالاتك، ما ديري حتى شي حاجه، خلصي وسيري، درت شكايه والله بنتي الا درتها، ملي مشيت سولت على الشكايه، ملي سولت على الشكايه قال لك لا لا ما تصوري حتى شي حاجه، سيري خلصي، واخا درتي الشكايه سيري خلصي، سيري خلصي، خلصي ما عندك لا كرايه لا والو، سيري خلصي، سيري خلصي، ما نديرو معاك حتى شي حاجه، تي والورقه خلصي ولا دبراسك ولا غيتقنطر عليك، ملي نهضر معاه يقول لي غيتقنطر عليك، هاتي كتشوفي يا بنيتي، هاتي كتشوفي، على الناس دراوش هنا، على المساكين، على الناس الضعافة، على الناس الضعافة اللي ساكنين هنا، أنا مريضة ما عنديش حتى الصحة باش غنراقب هذا الشيء، باش غنقد على هذا الشيء، مشروع الحسن الثاني، مشروع الحسن الثاني، كنطالب بنتي هاد الناس راه محنونة، ونطالب يخفوا علينا، ونطالب يعطيونا الورقة باش نخلصوا، راه محنونة.